من تظن هؤلاء الناس؟ أعتقد من يثبت كذبهم. أعتقد أن إيفري أو توماس تو يحاولان إخافتنا. من الجيد أننا أقوياء في صيد الكنوز. ذلك الجسر يبدو آمناً كالجسور الأخرى. لقد تماسك لفترة. كلمات أخيرة مميزة. إنه متماسك. هيا. هذه الجسور لم تبنى وفقاً للمواصفات. بنيت هكذا. قانون القراصنة. نكتة جيدة. هذا المكان مع إيفري؟ لا أفهم هذا. ولا أنا. إن كان إيفري يحاول إخفاء كنزه، لماذا يشرك قرصاناً آخر؟ ربما اعتبره جزءاً من طاقمه. ربما أرسل إليه أحد صلبان القديس ديزمح. نعم، وربما أخذ تول الكنز كله لنفسه. لا تقل هذا أرجوك. سنكتشف الحقيقة قريباً. لن نعود من ذلك الاتجاه. على الأقل لم نسقط في حفرة أو ما شابه. هذا للتوضيح. فلتقل ذلك. وجدت مفتاحاً آخر. نعم، سأخذ اليد للخارج. واو. يا إلهي. إنه اختبار معقد أو محاكمة. نعم، وفشل هذا الرجل في النجاح. فلنبذل جهدا أكثر. هناك شيء ما في الأسفل. إنه دلو. حسنا، والآن ماذا؟ امتلأ الدلو. حسنا، مرره لي. سأضعه في تلك العجلة الكبيرة. ترى ما تفعله هذه العجلات. أعتقد أنني فهمت ما يحدث هنا. أهذا بثلاثة صلبان؟ نعم، أعتقد أننا ننظر إلى السيد المسيح واللص الطيب ديزما واللص الحقير جاستس. سأخمن بأن الصليب الأبيض هو ديزما. لذا فإن الأسود هو جاستس. ها نحن. سام، هل كان ديزما على يسار السيد المسيح؟ هل تنظر إليهم من الأمام أم الخلف؟ الأمام. نعم، كان على اليسار. إن هذا ما لدي. (تصفيق)
أهذا جيد؟ حاول سحب المفتاح. ممكن. نيثن، نيثن، أقادر على هذا؟ أنا كنت. تباً. الصلبان بالتأكيد في المكان الصحيح. أعتقد أن الدلو ليس كذلك. ها هو الضوء في الأعلى هناك. حرك شيء عندما وضعت الدلو في الأعلى. هناك قناة تمتد من الآلية إلى الباب. حسناً، إذن الدلو في الأعلى شيء جيد. أبقيه هناك.
لابد وأن هذا هو. هيا لنكتشف. هيا، هل ستسحب المفتاح إذن؟ أو لا لا لا، أكره حرمانك من ذلك الامتياز. نيثان انظر، إنك فعلتها. حسب ما رأيت، لا إصابات ولا حوادث لنيث. إذن لو كان ذلك اختبارا، فماذا كان يختبر إذن في رأيك؟ ما الأدلو؟ كان يجب أن أعرف عن القديس ديزما، وأراهن أن إيفري وكل طاقمه كانوا على معرفة به. ليس اختبارا صعبا. ربما ليس الوحيد. إيتن! إذن لو كان ذلك اختبارا، فماذا كان يختبر إذن في رأيك؟ ما الأدلو؟ كان يجب أن أعرف عن القديس ديزما، وأراهن أن إيفري وكل طاقمه كانوا على معرفة به. ليس اختبارا صعبا. ربما ليس الوحيد. أوه، انتبه لخطواتك. طالما أنا حي أرزق، انظر إلى هذا المكان. حسناً، أعتقد أن علينا الصعود إلى ذلك الجسر المكتوب. تعال هنا، سأرفعه. قادم. حسناً، لدي شيء لك هنا. استخدم هذا للوصول إلى تلك المقابض هناك. قرار جيد. إنهم يصعبون الأمر، ها؟ أعتقد أن الأمر كان أسهل عندما كانت الجسور والممرات سليمة. أعتقد أننا تأخرنا بعد مئة السنوات. فلنرى ما يوجد هنا. السقف منخفض هنا، انتبه. سأنتبه لل... تباً. ماذا؟ أتريدني أن أبطئ من أجلك؟ من هنا. ربما من هنا. أرى بعض الضوء هنا. سأبدي بموتى. هذا معقول، نحن أسفل كاتدرائية. انتظر انتظر، اسمع. ألا يوجد شيء عند المهاجع؟ لا شيء سوى شواهد القبور جيدة الصياغة. انتهى التنقيب عند مبنى الاجتماعات؟ نعم سيدتي، مواقع الشمال الغربي مفتوحة. وماذا عن الحدود الجنوبية؟ ليس بعد، نقل الرافعة سيستغرق يوما. نديم، نفذ الأمر وفي نفس الوقت نقب من دونها. سأرسل بعض الرجال في الحال. جيد. ريث، حلفك الحظ مع المخطوطات؟ لدينا لحظة.
أبقيني مطلعة. حسنا. هل سمعت؟ لقد وجدوا منطقة تحت الكاتدرائية. نعم. هل رأيتها؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يبقى الكثير فيها بعد انتهائهم من البحث عنها. استخدم رجال متفجرات. إنهم كثور هائج في متجر خزف، وحققوا تقدما خلال يومين أكثر مما فعلنا في شهر. تقدم؟ لا أستطيع تحليل الركام. حسنا. شكرا. سأجعلهم يخبرونك قبل القيام بشيء جذري، أو اخبريهم بأن ينتظروا حتى أحلل الأدلة التي لم تفجر. لا، لا يمكننا الانتظار أطول. مع كامل الاحترام، أعتقد أن لدي خبرة أكثر منك في هذه الأمور. لقد جربنا طريقتك. هراء، تريدين تدمير المكان منذ وصولنا؟ لا، أردت سرقة ذلك الصليب قبل عرضه في المزاد بفترة. المزاد حيث لم يتواجد رجالي لمواجهة المفاجآت. المزاد كان الأأمن للحصول على الصليب. لكني استمعت إلى كلامك بدلا من اتباع حدسي، والآن لدينا منافسون. لم أتوقع أنه سيأتي. أو أردته أن يظهر؟ لما أفعل ذلك؟ لاعتقادك أنك تحتاجه. ربما تفعل. المغزى هو أنني اكتفيت من تجنب صدام. لو الكنز هنا فسنجده، وإن لم يكن فيجب أن ننسى الأمر. اسمع، الأمر ليس شخصيا. طبعا سأخبرك إن استجد شيء. لنتحرك قبل أن يفجروا الكنز تماما، أو يبدأني في التقارب. انتظر، إنها كانت محقة. عن ماذا؟ ريف جذبك للخروج. طالما لن يتفوق علينا، من يبالي؟ لا يهم. ما المنطقة التي كانوا يقصدونها؟ لابد وأنها غرفة جانبية لأننا الوحيدون هنا. تبعد نيتن.
لا تنشغل بي. المكان أعلى من القفز ما لم يكن لديك ترامبولين. تركته في ساحة منزلي الخلفية. تمام. هي انتظر، هل لديك ترامبولين؟ أتمنى. المكان أعلى من القفز ما لم يكن لديك ترامبولين. تركته في ساحة منزلي الخلفية. تبا. هي انتظر، هل لديك ترامبولين؟ أتمنى. Ugh.